نحن قبل كل شيء هربنا من سوريا، من إدلب تحديدا. عم كنا يعني الوضع اللي كنا فيه، نحن من وضع حرب جايين هربانين من الموت ومن القصف. والله في المخيم الجديد الوضع تعيس جدا، يعني ما في أي مقومات للحياة. وزوجتي يعني ما بقول لك، هي بحامل وعندها وضع صحي، ف يعني ما حسنا تشيل حالها. طبعا من الرعبة بالبداية أول شيء أنا شحطها هي والطفلة، وبصعوبة جدا لحتى قدرنا نطلع من بين النيران. مي ما في، حمامات ما في، يعني حتى الطلعة والفوتة كانت صعبة علينا أول فترة، ولحد الآن الوضع سيء، ما في تحسن. خصوصا بالنسبة للأطفال، ما في يعني مو مهيئ لهم أي شيء، لا مدارس، لا مهيئ لهم مكان للعب، لا مهيئ لهم الغذاء الخاص لهم. ما بعتقد يعني لحد الآن فيها الاهتمام أو قدموا شيء للأطفال أو حتى للنساء. زوجتي أنا قلت لك حامل، حتى غذاء ما لها، مرتين ثلاثة، أكثر من مرتين تغمى. بالنسبة للأطفال مو مهيئ لهم أي شيء، ما في شيء نهائيا للأطفال أنه يعيشوا حياة أو مستقبل أو أي ظروف إنسانية يعني.